أحبائنا مشاهدينا، بمناسبة عيد الحب في هذا الأسبوع أنا عاوز أتكلم عن أعظم حب للإنسان. ولما بفكر في المحبة بفكر في الله، طبيعة الله المحبة، الله محبة. ولما بفكر في مقياس وجمال وعمق وعظمة هذا الحب الفائق أفكر في يسوع المسيح. اسمع ما يقول الكتاب المقدس: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. هذه الآية وحيدة تتكلم عن مخطط الله الكامل للإنسان. فالله محبة، يحب الإنسان، والمحبة هي البذل والعطاء. فالله أعطى، الله بذل، وكل الغرض من هذا العطاء والبذل إنه الإنسان يصبح ابن للرب وينال الحياة الأبدية. هذه الآية أحبائي منشوف فيها برنامج الله، منشوف فيها مخطط الله، منشوف فيها طبيعة الله. فهذه المحبة اللي بتكلم عنها هي محبة كتابية مذكورة في الكتاب المقدس. هذه المحبة هي محبة أزلية، هذه المحبة هي محبة اختبارية، هذه المحبة هي محبة فدائية. انظروا، وكأن الرسول يوحنا لا يستطيع أن يعبر بكلمات أرضية عن هذا الحب وعمق وجمال هذا الحب، فقال انظروا. تشبه الآية التي تقول لأنه هكذا، هكذا يعني صعب تحددها بالزمن، صعب تحددها بأي مقياس إذا كان طول أو عرض أو علو أو عمق. هذه المحبة تتخطى كل حدود الزمن، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه المحبة أزلية، فمنذ وجود الله طبيعة الله هي المحبة. مكتوب: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. أحبنا أولا، أحبنا فضلا، أحبنا حتى المنتهى. ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. هذه المحبة أزلية لا تتغير مع الزمن، فالله ليس إله مزاجي يغير طبعه. هذه المحبة، الله بحبنا بغض النظر رغم خطايانا. هذه المحبة غير محدودة، هذه المحبة غير مشروطة، هذه المحبة لا نستحقها ولا نستاهلها، لكن الله أحبنا محبة أزلية. ثم هذه المحبة اختبارية، كل إنسان عليه أنه يختبر هذه المحبة حتى يقدم ويعطي المحبة. بتعرف أحبائي، القلب المليان بالمحبة لا يستطيع أن يرى الشر ولا يستطيع أن يرى الكراهية، لأن المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تنتفخ، المحبة لا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد، لا تظن السوء، المحبة تكميل الناموس، المحبة تستر كثرة من العيوب. وأما المحبة فلتكن بلا رياء، كما قال: أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة. هذه المحبة أنا علي أخبرها، لأنه لما قلبي بيمتلي بالمحبة فما لا مجال للانتقام ولا الكراهية ولا العداء، فهذه المحبة بتكون للجميع. ومثال هذه المحبة أحبائي يسوع المسيح الذي أحبنا وقال: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم لبعض. يا أولادي، لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هذه المحبة بنختبرها، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا
بالروح القدس المعطى لنا. الرسول يوحنا لما اختبر الروح القدس كان بالأول شخص مزاجي، كان يسمى ابن الرعد، وكان عاوز يكون عن يمين أو يسار المسيح، يعني أنانية. وفي مرة كان عاوز ينزل نار من السماء تحرق هؤلاء السامريين، يعني الزنادقة والكفرة أو المشركين، لكن المسيح قال له: لستما تعلمان من أي روح أنتما. هذه ليست طبيعة المسيح ولا روح المسيح، فالمسيح هو المحبة، بل طالب حتى الكنيسة وأولاد المؤمنين، قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ثم هذه المحبة محبة فدائية، أي تفدي الإنسان، نصبح أولاد الله عن طريق الفداء. افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. الرب يسوع اشترانا بدمه، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ليه؟ حتى كما تتم الكلمة: لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام. قال يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. قال الرسول بولس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. أي عندما نؤمن بيسوع المسيح نصبح أولاد الله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. أخذنا التبني، هذه الحياة، من خلال يسوع المسيح، فنلنا الغفران والخلاص والحياة الأبدية. هذا الفداء أحبائي يقود الإنسان إلى الحرية الكاملة، مش بس بتتحرر من العبودية، لكن تصرخ: يا أبا الآب، صار في شركة، صار في علاقة مبنية على هذه المحبة الحميمة من خلال شركتنا. فالروح القدس يسكن فينا، وعندها مش بس أنا بكون محرر، لكن بكون عند البنوية، مش مجرد عبد لكن ابن للرب على حساب يسوع المسيح. في هذه المناسبة لما نفكر في الحب، فكر في الحب اللي تقدم لأجلك، حب يسوع المسيح. وبهذه المناسبة بصلي من كل قلبي إنه كل شخص يختبر محبة يسوع المسيح وخلاص المسيح. فعلا هذه المحبة تحررنا، وهذه المحبة بتخلينا نشوف في عينين المسيح، بصير عنا سلوك المسيح وروح المسيح حتى نحب الجميع. أريد أن أقول لكل واحد يشاهد بهذه المناسبة، أصلي أنك تمتلئ بحب المسيح، لأن هذه المحبة هي من الله، وهذا المحبة هي ثمر من روح الله. ربنا يبارككم، وبحب أسمع منكم.